التمثال ده بدأت فكرته من حوالي سنتين أثناء ما كنا بنوظف في مغارة السيدة العذراء في دير درونكا. تمام. وسيدنا الأنبا يوانس تفضل مشكورا بالاقتراح ده إن هو يعمل تمثال كبير للست العذراء، حتى هو كان مجهز قاعدة يعني مكان تمثال صغير. ولما يعني حست الظروف ان هو يعني اتقابلت معاه ويعني وشاف انه في امكانيه اننا نعمل حاجه ضخمه، حاجه يعني ابنورمال ما تبقاش يعني تقليديه، عرضت عليا فكره اللي اننا نعمل تمثال بالحجم الضخم ده. تمام. الحقيقه بدات في على طول، انا بدات في التجهيزات وقعدت اعمل يعني شويه دراسات كده، يعني ايه الخامات المناسبه، ايه الامكانيه اللي ننجز بيها العمل الضخم ده. تمام. لان الـ الفكره مش عمل تمثال بس، التمثال لما بيكبر حجمه اللي ما كنتش تسيطر عليه طبعا بتضرب. ايوه يعني طبعا الملامح وشكل الجسم. ايوه تمام. نسب التمثال دي بتحتاج مهاره خاصه وبتحتاج يعني ايه يعني امكانيه يعني طبعا يا دكتور طبعا بخش فيها فكره ازاي اختار الخدمه المناسبه في هذا العمل.